الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، عرف الله عباده بعظائم معاني خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها، وما يخفى على العباد من معاني حكمة الله في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه وقضائه وقدره يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفاصيلها. اللهم ارفع الوباء عن العباد، وامنن علينا بعفو وعافية منك يا رحمن، واجز اللهم خير الجزاء من عمل على كشف الغمة عن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اعتدل واستو. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.